رجعنا بنتواصل من جديد اكيد مع كل مشاهدينا في كل مكان، وفي ساعاتنا الثانيه دائما بنتطرق اكيد لاهم الاخبار على موقع شروق نت تحليلا لاهم ما ورد فيها صباحا. وداخل الاستوديو معنا الاستاذ بليغ حسب الله مدير موقع شروق نت. اهلا ومرحبا بك، صباح الخير عليك. عليكم السلام، صباح الخير. اهلا وسهلا استاذ بليغ. يعني نبدا بورشه حمدوك امس التي تحدث فيها كثيرا في ملفات مختلفه. في حديثي قال فشلنا خلال 60 عام في تحقيق معادله سياسيه. تفصل أكثر في ما حوى جلسة حمدوك أمس من خلال هذه الورشة وفي هذا التصريح. والله تقريبا السيد رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك تناول من خلال خطابه اللي قدمه في الورشة تقريبا جميع الملفات التي تشغل بال الدولة السودانية في الوقت الحاضر، اللي هي مزالة معاش الناس، الاقتصاد، وتحقيق وكيفية معالجة المشاكل الحياة اليومية التي تواجه الناس، وبالإضافة إلى مزالة رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. السيد عبد الله حمدوك وضع أولويات، من الأولوية قال في المرحلة المقبلة لملف السلام ومزالة الوصول إلى تسوية سريعة وعاجلة وتسوية مرضية لجميع السودانيين مع الحركات المسلحة من خلال المفاوضات التي تحتضنها دولة جنوب السودان. بالإضافة المزالة الثانية التي تحدث فيها السيد عبد الله حمدوك هي مزالة معالجة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومعروف أنه في زيارة منتظرة للسيد عبد الله حمدوك إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع المقبل. أكد أنه سيمضي في هذا الاتجاه من أجل رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأنه لا بد من معالجة جميع المسائل التي تواجه الدولة السودانية في هذه المرحلة بصدق وبشفافية، وفي كل المسائل اللاجئين، المسائل الأفرزت الحروب اللي واجهت الدولة السودانية خلال تاريخها منذ الاستقلال وحتى الآن، حتى أدت إلى انفصال جنوب السودان في عام 2011، بالإضافة إلى المسائل التي مسائل الحروب في إقليم دارفور منذ 2003 وحتى الآن، بالإضافة إلى الحرب في منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق، وأنه كل هذه المسائل لا بد أن يتم معها معالجة، وأنه نظر إلى التاريخ السودان في التاريخ السياسي في السودان نظرة سوداء، وقال أنه هو نحن فشلنا خلال 60 عام الماضية من وضع معادلة سياسية يتوافق عليها الجميع وتمضي إلى بالدولة السودانية إلى الخير والرفاء والنمو.